أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قال علي الطلاق إذا دخلت هذا البيت، هل تطلق امرأته إذا دخل البيت؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا قال علي الطلاق إذا دخلت هذا البيت، هل تطلق امرأته إذا دخل البيت؟ أي نعم، هذا طلاق معلق على الدخول، وقد حصل الدخول تطلق امرأته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.